سنة. طبعا المعلومات دي عندنا ولكن الناس عايزة تعرف طبعا. قول لهم كده بطاقة تعارف ما بينك. دلوقتي عندي 23 سنة لسه مكمل 23 سنة في شهر 3 اللي فات. بس فلسه صغير يعني. كبرت يعني. لا لسه صغير يا كابتن. لسه قدام العمر ان شاء الله. لسه ربنا يديك الصحة ويديك العمر. 23 سنة خلال 23 سنة كيف بدأت لعب كرة القدم؟ وايه هل وانت بتلعب وانت صغير فكرت كده انا ممكن في يوم من الايام العب في النادي ده في النادي الاهلي؟ بص يا كابتن انا اقول لحضرتك حاجات انت ممكن حضرتك ما تصدقهاش والناس مش هتصدقها. يعني انا يمكن في كلام كتير قايله لاصحابي وفي فويسات بعتها لهم. انا الحمد لله وصلت للحلم اللي انا كنت عايزه. والمكان اللي انا فيه دلوقتي ده مش من الفراغ. انا تعبت كتير جدا عشان اوصل هنا. ودي بالنسبه لي زي ما قلت امبارح وانا في نادي الاهلي دي اسعد لحظه في حياتي. اللي انا بقيت في نادي الاهلي. انا من وانا صغير وانا بقول لاصحابي وقلت لناس كتير قلت لهم انا ان شاء الله هلعب في النادي الاهلي. وفعلا حققت حلمي واول تمرين ليا بكره ان شاء الله. يا رب اتمنى كده. حاسك تكون... مبسوط وسعيد. طبعا حاسس كده ان انت بالفعل حققت حلمك. طبعا يا كابتن انا مبسوط بالاخص يعني بعيد عن عليا انا عشان ابويا وامي. يعني انا بعيد عن اهلي كلهم اهلاويه بس انا ابويا وامي دول. انا ابويا لعيب كوره كبير جدا. لا والله الله بيعرف يلعب كوره بس انا احسن منه. انت احسن. لا انا حريف على ابويا. ابويا كوير بيلعب وواقف كده. هو امنيه حياته ان انا العب في النادي الاهلي والله. والله العظيم وانا اكتر واحد مبسوط عشان خاطر ابويا النهارده. ان هو فعلا من اكتر واحد شفته في حياتي نفسه ان انا العب في النادي الاهلي وانا حققت له اللي هو عايزه. وقف وراك من الاول للاخر. هو ما بيسيبنوش ولا هو ولا امي. يعني هم على طول معايا. ربنا يخليهم لك يا رب. على طول معايا واخويا كمان يعني. وبصراحه كل اهلي يعني مش عايز انسى حد اخوالي وعمامي كل اهلي معايا بصراحه حتى اهلي بلدي واصحابي كلهم معايا. مش حد فيهم بيشجع كده ما حد غير الاهلي يعني؟ في عمي زملكاوي. بس امبارح كلمني في التليفون بعد ما خلصت قال لي انا مش عايز اقول حاجه زي كده بس قول. قال لي انا خلاص انا اقسم بالله ما هشجع حد غير النادي الاهلي. وهيلبس تيشيرت الاهلي كمان. خلاص مع انه طول عمره بيشجع نادي الزمالك. نادي الزمالك يعني. وبالتالي بكلمك امبارح قال لك كده خلاص هو من دلوقتي او من امبارح اهلاوي خلاص يعني النادي الاهلي زاد واحد. طبعا زاد واحد. اثنين هو وابن عمي هما الاثنين خلاص. كانوا زملكاويه وبقوا يشجعوا النادي الاهلي. خلاص بقوا اهلي دلوقتي الحمد لله يعني. حاجه جميله جدا وزي ما حضراتكم شايفين دائما النادي الاهلي فرحه كده جوانا وجوه كل واحد اهلاوي.